امام مستشفى الدمرداش يعني. والحقيقة يعني ضحية شاب عنده 22 سنة يوسف، معتمد على نفسه اعتماد كلي من صغره، بيشقى وبيتعب عشان يشيل مسؤولية نفسه ومصاريفه. فجأة حياته تتوقف وتتحول 180 درجة يعني. والسبب طيش شباب يعني، سلوك خاطئ، أسباب كتيرة لا منطقية أدت في الآخر إن هو يحصل له شلل نصفي. معانا النهاردة والدة يوسف، هتحكي لنا تفاصيل الحادث وهتكلمنا عن اللي حصل. برحب بحضرتك. ازاي حضرتك الأول؟ بداية ايه اللي حصل يعني؟ عرفينا يوسف عنده كام سنة وهو شغال أصلا، طبيعة شغله ايه؟ يوسف عنده 22 سنة، سنة رابعة، 22 سنة، ومعهد العالي بعلوم الإدارية والحاسب الآلي تجمع. يوسف سنة رابعة وشاب مكافح وشغال وبيدفع مصاريف جامعته، وعشان برضه والده هو معتمد على نفسه من صغره، معتمد على نفسه من صغره، وطالع معاه برضه طالع معاش، هو معتمد على نفسه. وفي اليوم دوت يوم السبت نزل للشغل وهو واقف بيشتغل على عربية مشروبات سخنة قدام الحديقة الدولية، واقف جنب العربية دي شاب شارب سكران حسب الله ونعم الوكيل فيه، خدوا يعني جنب العربية. الشاب اللي قام بالحادث كان شارب مخدرات؟ أيوة او أيوة أكيد طبعا، أكيد طبعا. لو واحد احنا معانا الفيديو، لو واحد طبيعي زي الناس اللي ماشيه الفيديوهات، الفيديو مبين العربيات ماشيه بطيء، ودوت هو واحد ماشيين بسرعه جنونيه، خد ابنه يعني في وشه. كان اول حاجه كان ماشي بسرعه جنونيه، ايوه. تاني حاجه كان سكران، ايوه سكران، خد ابني، خد ابني من ظهره، خبطه في العربيه. هو كان واقف على العربيه على اللي هو شغال فيها، خده من ظهره، خبطه من ظهره في عربيتين تاني، عربيتين تاني كانوا عربيتين واقفين. تاني خبط عربيتين ومعمول له برده محضر بالعربيه، واحد برده من ضمن خبط عربيته دوت اتصالح بالفلوس، خد فلوس يعني. كان في ناس متأذين تاني مع مع يوسف، يوسف تهاب في المحضر، يوسف واثنين تاني، واحد خد فلوس والتانية عمله اللي عمله شرح في عدل بنفس المحضر بتاع مع يوسف. التلاتة يعني التلاتة كانوا رافعين محاضر، واحد اتصالح والاتنين لسه المحاضر قبل. واحدة رفع شرح في عدل، وانا ابني كده اللي هو جاله كسر في الفقرة السبعة. يعني كملي لنا من ساعة الحادثة يعني، هو دلوقتي اتاخد ودخل في ثلاث عربيات يعتبر، بعدين اتنقل للمستشفى. هو ابني ما حسش بحاجة، اللي هو وقع على الأرض، جم نقلوه اليوم المستشفى اليوم السابع في مدينة نصر اليوم الواحد. قال لك لا، نطلعوا بعد دمرداش، نقلوه في عربية ملاكي. طبعا هو كان غلط عليه إن هو يتنقل في عربية ملاكي، نقلوه في عربية ملاكي، هو ظهره كان مكسور. والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرة ضاغطين على مركز الإحساس، يعني كسر في الضهر، والفقرة الثامنة والتاسعة والعشرة كانوا ضاغطين على التاسعة، والتاسعة قطع الحبل، العظم داخل في الحبل الشوكي قطعه، يعني يوسف متدمر، يوسف متدمر يعني، عشان هو فعلا دخل في ظهره. العربية دخلت في ظهره، يوسف اتدمر. انا اول ما شفت ابني هي يوسف لقيته وشه اصفر والواد متلج، ايه يا يوسف؟ قال لي انا خلاص يا امي انا اتشليت. قال لك ايه؟ انا خلاص يا امي انا اتشليت. ده قبل ما الدكاتره يشوفوا عليه الدكاتره أو يعرفوا حاجه. اول ما جينا له على الدمرداش، احنا جينا قبليه عشان هم كانوا جايين من مدينه نصر واحنا ناس ساكنين في الحدائق، احنا جينا قبليه. هي يوسف قال لي انا خلاص يا امي انا كده اتشليت. قلت له يوسف ما تقولش كده وخلي امرك في ربنا كبير. قال لي والله انا اتشليت، انا مش حاسس باي حاجه. وفعلا الدكاتره قالوا كده. ما تدلوا على الاقرار 97% يعني دوت الامل ضعيف، يعني 97% الامل ضعيف. بحس احنا في امالنا في ربنا كبير، ربنا احن من الكل ان شاء الله باذن الله، ربنا باذن الله باذن الله يوقف على رجلينا. جينا المستشفى من ساعتها ونام على ظهره، مفيش طبعا مفيش، ما بيتحركش، بس تحتنا ما بيتحركش خالص. وليزات بقى ان السخونيه مش بتنزلش منه خالص، مش عارفين مصدر السخونيه دي من ايه. انا كل خوفي من السخونيه، هو النهارده بيقول لي امي انا هموت من السخونيه، انا هموت يا امي من السخونيه، انا مش عايزه اقعد في المستشفى هنا، انا هموت من السخونيه، انا ماليش في الرئيس ان يطلع لي ابني ويوديهولي في مستشفى كويسه. ابني لو ما ماتش من حالته النفسيه متدمره، ولا اكل ولا شرب.
هو واعي وبيتكلم معاك هو وكده وحاسس باللي بيحصل حواليه. اه هو واعي وحاسس باللي بيحصل حواليه بس النفسيه متدمره، مفيش اكل مفيش شرب، ولغات السخونيه مدمره. بصي مخليها همدان همدان همدان، سخونيه مع علاجات ضد حيوي همدان لغايه دلوقتي برضه لسه. طبعا الدكاتره مانعين عنه اي علاج عشان حالته الصحيه، فاي سخونيه دلوقتي مش هيبقى ليها علاج. دلوقتي حتى لو صدى هيقول لك لا مالكوش دعوه ما تدروش حاجه، ابني بقى نفسيته طبعا بيبقى فيه متضاعفات للحاله الصحيه اللي هو فيها. أيوة يعني بيحصل أيوة مشاكل تاني بجانب المشكله الاساسيه. هو متدمر هو متدمر، احنا عمالين نديله الامل يا يوسف ان شاء الله تبقى كويس وان شاء الله تقف على رجليك ويعالج، بس انا املي في ربنا كبير ان شاء الله، املي في ربنا كبير. طيب. يوسف مش مسهلش كده، هو اجل ربنا والحمد لله، بس يوسف مسهلش كده، يوسف طول الارض بيحب، يوسف معروف في المنطقه عندنا كبير وصغير خدوه ما بيحش نفسه عن حد، يبقى عمره عشان اللي قدام صغير وكبير بيحب ان شاء الله باذن طبعاً الله. طبعا صحابه كلهم موجودين جنبه، يقولوا بيقولوا الصراحة مش مقصرين مش مقصرين من ناحية الصحابة، بيقولوا كل يوم. طب الطرف الثاني حاول ان هو يتواصل معاكم؟ لا، لما جت مرتين المستشفى ازيك يا يوسف ان شاء الله تبقى كويس يا يوسف، ومعلش ابني غلط يا يوسف حقك عليا يا يوسف، ده اللي بسمعه منها في المرتين بس. اه طب تكاليف علاج او حاجة ما تكفلوش بيها؟ لا لا لا، احنا عمرنا ما نروح لطالب، انا بس نفسي اشوف ابني واقف على رجليه، ابني بس يقف على رجليه. طيب انتوا دلوقتي عملتوا محضر مظبوط؟ ايوه عملنا محضر. طيب هو هو يعني محتجز دلوقتي ولا؟ لا لا، هو خرج من النيابه وقال لك على ذمه القضيه، وان شاء الله القضيه باذن الله يوم 2/6. طب في تحقيقات حصلت في الواقعه؟ الله اعلم، او شهود طلبوا تفريغات كاميرات؟ لا لا، هي اللي ما طلبتش تفريغات كاميرات ولا يكشفوا على العربيه ولا تحليل مخدرات، انا معرفش ازاي وخرج ازاي انا معرفش، رغم المفروض طول ما يوسف كان في المستشفى انت كنت محبوس، ما تبقاش انت تطلع تمارس حياتك بره والمرمي ده مرمي ده بقى ايه خلاص كلبي ما يسواش. مظبوط. اه ما احنا معانا فيديوهات، ها عمال هو واصحابه برضه في صلاح سالم ماشي بسرعه جنونيه 200 وحاطط التليفون على العداد بتاع العربيه يوريك ان انا ماشي على سرعه 200، مش هم مش اول حادثه تحصل، هي مش اول حادثه بيقوم فيها ده. اه ولا هكون اخر حادثه بسبب الشباب اللي زي كده. هو اساسا يعني كان ماشي على سرعه جنونيه ولا هو فعلا كان بيتابع؟ لا لا لا، كان ماشي، احنا في فيديو الكاميرا اللي احنا قدرنا ان احنا نتوصل للفيديو بتاع قبل نفس الشارع اللي يوسف واقف فيه، بس قبليه بشويه قبليه بشويه العربيات ماشيه، طبعا ده شارع سريع العربيات ماشيه بالراحه، ودمت عربيتين اتنين زر ماشيين وطياره ورا بعض طياره، احنا معانا الفيديو اول ما العربيه توصل لغايه يوسف الناس هتقوم تقف وتقول حادثه، كان هو في الوقت ده خبط ابني ومترمى على الارض. يعني هما كانوا بيسابقوا بعض؟ اه هو واخد على كده هو واخد على كده، ومعانا بتاع ده فيديوهات بسبب كده في مدينه نصر في صلاح سالم. هو يعني انتوا دخلتوا على الصفحه الشخصيه بتاعته؟ أيوه وشفتوا؟ أيوه يعني أيوه هو بيتباهى بحاجه زي أيوه كده يعني؟ ايوه ايوه، بينشر حاجات زي كده عنه. ايوه وعربيه وهو واقف وفتح العربيه وواقف حاطط سلاح العربيه وجايب العربيه على سرعه 200 وانا ماشي دوس في خلق الله، مش ربنا اداكوا واحنا نداس احنا وننام في المستشفى ولا حول ولا قوه؟ ابني ضاع، ابني في رابعه معهد في الامتحانات وايام وضاع ابني، انا مش مهم السنه دي، انا بس ابني يقف على رجليه، انا مش عايزه معهد ولا عايزه، انا بس ابني يقف على رجليه، انا ما بصش للسنه بتاعت المعهد، بس ابني يقف على رجليه، ابني اتدمر اصلا، حتى النفسيه تعبانه، انا نفسي اتنين من المستشفى دي اروح مستشفى كويسه قدام علاج طبيعي، بشوف الدنيا فيها ايه، انا مش عارفه مش عارفه ابني مصيري ايه في المستشفى، انا مش عارفه حاجه. هو يوسف لما بيتواصل معاكوا دلوقتي او بيتكلمكوا دلوقتي يعني بيقولوا له الامل يا يوسف ان شاء الله تبقى كويس يا يوسف، ابدا معاك العلاج الطبيعي وتبقى كويس يا يوسف، حاجات كتير كده يوسف معاك هنا، بس بنقول يا رب يا يوسف خلي املك في ربنا كبير، احنا بنديله الامل. بس هو حالته النفسيه طبعا متدمره. طبعا متدمره. هو حاسس ان هو يقوم على رجليه تاني؟ هو حاسس، انا بقول لك انا هقوم. اه هو بيسالني يعني هعمل علاج طبيعي يا ام وهقوم، انا في ناس هنا كده. يا رب عملنا فيك كبير يا رب، عملنا فيك كبير يا رب. طب توجهي الله ونعم الوكيل، توجهي ايه يا شباب يا ابن حمام وادم،
حسبنا الله ونعم الوكيل. فيك يا محمد يا شامل دعوة وأدب تنمت إن شاء الله. وأنا براشد وزير الداخلية رجب العسي السيسي، أنا نفسي أبني يروح مستشفى وتعالج. أنا أدي إمكانيات المستشفى، أنا أبني لما بس إن هو النفسية تعبانة اتمهمت من السخونية. أنا مش عارفة سبب السخونية دي إيه، محدش قال لنا سببها إيه. يعني السخونية دي مش عارفة مستجدة ولا من أول يوم معاه؟ لا هي كانت أول يومين كانت بتكوت. دلوقتي داخل يعني بتاع 13، يعني خلاص يعتبر داخل على أسبوعين سخونية متواصلة كل 3 4 ساعات. السخونية توصل 39 40. الدكاترة مش بيطمنوكم طيب؟ لا هما الدكاترة مش عارفين السخونية دي من إيه أصلا. الدكاترة بيقول لك مش عارفين من إيه السخونية. أنا نفسي حد يطمن، نفسي أكتر إذا بكل واحد، إذا بكلش بقعد في البيت، بس بكتر التعب بكلش بقعد في البيت والله. أنا في البيت إلهي التليفون، إلهي أحد ينادي عليه. كان متعود دايما إن هو بيتحرك وبيشتغل ومعتمد على نفسه وبيروح وبيجي. كانش بيقعد، حتى لو يوم الأحد كانش بيحش نفسه على حد. والمشكلة إن هو كانش بيقعد مش واخد على القعدة. أنا يا ابني هيتدمر نفسيا، يعني نفسيته متدمرة بسبب وقعد وعنده أمل يقول لي إن شاء الله يا رب يا رب أملي فيك كبير يا رب، أملي فيك كبير يا رب، أملي فيك كبير يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أنت لو إيه مطلبك دلوقتي أو أنت حابة تقولي إيه؟ أنا مطلبي نفسي حد يتبنى حالة يوسف ونقول له مستشفى كويسة. هي دي ما رضاش عملت اللي عليها، بس انا مش شايفه. انا ابني النهارده بيقول لي انا هموت من السخونيه. بيقول لك ايه؟ انا هموت من السخونيه يا امي. سبب السخونيه دي ايه؟ انا مش عارفه سببها ايه. انا بلاش اكون رئيس وزير الداخليه، انا نفسي ابني يطلع مستشفى يروح مستشفى كويس. انا لو في امكانيات انا هوديه، انما هو والده على المعاش. يعني الحمد لله والده على المعاش وهو كان متكفل بمصاريفه وشايل مسؤولية نفسه من صغره، وفجأة يعني هو ما كانش بيتفسح، ما كانش خارج، ما كانش بيضيع وقت، لا ده كان في محل عمله، وفجأة طلع بشلل نصفي. يعني تهور السواقة أدى إنه شخص حياته تتدمر كليا، سرعة جنونية، حالة سكرة، سباق على طريق سريع مليان ناس، يعني المنطقة حية جدا مليانة ناس رايحة جاية. يعني ما شفعش ده للتهور والسرعة الجنونية اللي كانوا ماشيين بيها، لا ده كانوا كمان بيتسابوا. يعني كان معانا النهاردة والدة يوسف، وضحت لنا حالته الصحية. طبعا حالته صعبة جدا، نتمنى انه يوسف يقوم بألف سلامة يا رب، وربنا يطمنك عليه يا رب ويبرد قلبك يعني. واللي عمل كده يعني حقه يجي، وده اقل حاجة ممكن تتقدم ليوسف. بشكركم اعزائي مشاهدي موقع مباشر من مصر في كل مكان، ونلتقي في لايف جديد.